رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين هرج سعيد، لسه مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة مهمة جدا، أعتقد أن النهاردة كل شاب في الجامعة نفسه يعرف ويحدد أهدافه لما يتخرج من الجامعة هيعمل إيه. وأول حاجة وأول صعوبة بتقابله في مشواره بعد الجامعة على طول هو إزاي أن هو يقدم نفسه للشركات أو للبنوك أو لأي سكيل هو نفسه يتقدم فيه. تبقى مهمة صعبة جدا وبيبقى عليه لود كبير قوي قوي أن هو إزاي يقدر أن هو يقتحم المجال، وخصوصا اول خطوه دي بتكون صعبه قوي. الحقيقه معانا شباب النهارده عملوا ايفنت كبير جدا ومهم قوي في وزاره الشباب والرياضه علشان يقدروا ان هم يسهلوا الخطوات دي على الشباب. يعني ببساطه كده شديده قدروا ان هم يدوروا ويبحثوا عن الاحتياجات المهاريه اللي يقدر اي شاب بيها لما يتخرج من الجامعه يقدر يخش اي سكيل هو عايزه ويكون عنده تجارب ناجحه قدر ان هو يطبقها ويتعلم منها من خلال كمان نقول خبرات قدرت ان هي تكون موجوده وهتشارك معاهم في الايفنت عشان ينقلوا خبراتهم من خلال الايفنت اللي هنتكلم عنه النهارده. هيكون منورنا في الاستوديو النهارده شباب مهم جدا ان شاء الله، هم دول المستقبل اللي دايما بيفكروا ازاي المستقبل يكون احلى ويكون اسهل وييسروا حال الشباب اللي اكيد زيهم. هيكون معانا النهارده احمد محمود يوسف هو القائم على الايفنت. صباح الخير يا احمد. صباح النور. انا سهل. وكمان هيكون معانا مصطفى محمد لطفي برضو قائم على الايفنت. صباح الخير. صباح النور ده. انا مبسوطه بيكم جدا ومبسوطه بالفكره، وعشان اتعرف والناس كمان تتعرف على الفكره اكتر يا احمد قول لنا فكره الايفنت ببساطه كده عشان الناس تقدر تستوعبها وتفهمها معانا. طيب تمام. هو احنا الايفنت اسمه تشارج يور سكيلز، اشحن مهاراتك. في شويه مهارات غير تقنيه ما بناخدهاش في الكليات، الطلبه بتكون محتاجاها بعد كده في سوق العمل لما بتتخرج. تمام. يعني مثلا انا داخل شركه وهعمل انترفيو، فانا محتاج اخد مهاره ان انا ازاي اعدي الانترفيو ده. خلاص عديت بالانترفيو، طيب فدلوقتي قدامي بروجكت او مشروع هعرضه لمدير الشركه، فانا ازاي اعرض المشروع ده. حاجه تانية عشان اقدر يبقى عندي حماس لان انا اعمل كده، فمعانا برضو سبيكرز من سبيكرز قصص نجاح شباب مصريين. تمام. من شركات كبيره انترناشونال وكده، دول يعني هيوروا الشباب ازاي هم قدروا يوصلوا اللي هم فيه ده دلوقتي. حلو جدا، كويس. احمد انتوا في نفس الجامعه مع بعض، قولي الاول انتوا في جامعه ايه واقبال الشباب على فكره الايفنت ان هم يحضروه ويحاولوا يستفيدوا من كل الافكار اللي انتوا بتطرحوها في الايفنت كان قد ايه تقريبا؟ تمام. احنا اول حاجه احنا في كليه حاسبات ومعلومات جامعه حلوان سنه ثالثه. بالنسبه لاقبال الطلبه بتاعت الجامعه عشان هي تحضر يعني كان اقبال الحمد لله كان كبير. احنا كنا حاطين تارجت معين، العدد اللي سجل كان في تارجت بكتير. كل الناس مهتمه بالسكيلز دي عشان طبعا احنا عارفين ان الكليه ما بتقدمهاش، بس احنا بنحاول ان احنا نوصل لاكبر عدد من الطلبه، مش من جامعه حلوان بس. مش معنى احنا حاسبات حلوان ان احنا نهتم بجامعه حلوان بس، لا احنا عايزين طلبه من كل الجامعات ومن كل الفئات من كل الكليات. مش عايزين كليات مثلا عمليه او كليات غير عمليه، لا احنا عايزين كل الكليات عشان طبعا دي مهارات يعني تبقى مهارات جنرال لكل الناس تبقى محتاجاها عشان تشتغل. مظبوط. لكن انت دلوقتي بتقول ان انتوا ما اخترتوش اي جامعه او ما خصصتوش ورصدتوا جامعه معينه ان هي اللي تشارك في الايفنت. ازاي الجامعات دي كلها هتشارك معاكم؟ يعني من خلال ايه تقدر تشارك معاكم؟ ومن خلال ايه عرفت انه الايفنت ده هيكون موجود؟ هو احنا اول حاجه احنا نزلنا في جامعه حلوان في الجامعه عندنا في كليتنا وكليات ثانيه زي تجاره انجلش وعلوم وفي كليه هندسه حلوان. بالنسبه لحلوان. بالنسبه لبقيه الجامعات احنا قدرنا نوصلهم عن طريق الفيسبوك والتويتر في السوشيال ميديا. يعني احنا التو تيمز عندنا كل واحد عنده البيج فيها اكتر من 5000 او 2500 فانز في كل مكان. وصلنا لهم عن طريق الايفنت احنا عملناه، اتعمل انفايت لاكتر من 8000 واحد، فالناس عرفت عن طريق النت. يعني كويس، يعني الاقبال كان كبير. تمام. احمد اكيد الفكره دي كان بيسبقها اعداد بينكم وبين بعض، وانه عايز اعرف الفكره جت منين. يعني ازاي فكرتوا ان انتوا تعملوا حاجه زي دي؟ هل ده لان انتوا خلاص في سنه ثالثه وقدامكم سنه واحده وتبداوا تنتقلوا للتجارب الفعليه العمليه على ارض الواقع فده خوفكم فقررتوا ان انتوا تعملوا فكره زي دي؟ هو الفكره من الاول احنا شايفين ان في ستودنت اكتيفيتيز يعني بتتناحر مع بعض او في بينهم تنافس، فقلت له ليه يا مصطفى ما يبقاش احنا تو ستودنت اكتيفيتيز ونشتغل مع بعض والناس تقدر تستفاد من خبرات بعض جوه التو تيمز. كويس. فتمام وكده خلصنا امتحانات يوم 22/1. يوم 23/1 كنا عاملين ميتنج، اول ميتنج لينا. قعدنا نحط كده شويه نقط عامه بحيث ان احنا نشوف الايفنت هيمشي ازاي. بعد كده عملنا جنرال ميتنج للناس كلها، لقينا قبول كبير جدا من المستوعبين المشاركين على الحدث ان هم عايزين نقدم الفكره، عايزين نشتغل عليها، عايزين نستفاد من خبرات بعض. الحمد لله ميتنج في الثاني في الثالث بدات التيمز تشتغل. الدنيا جوه متقسمه ستراكشر شويه، يعني في تيمز شغاله كل تيم بيعمل حاجه معينه. بس دي الفكره باختصار. احنا ليه بقى عملنا كده؟ زي ما حضرتك قلتي ان احنا في سنه ثالثه، فانا خلاص انا هتخرج
في حاجات انا عن نفسي ناقصاني يعني، في حاجات انا ما اتعلمتهاش في الكليه. اه بالظبط. اه فانا محتاج افيد الطلبه وانا ذات نفسي استفاد منها، لانه عاده في جامعات بره بيدوهم التجارب كل دي حاجة. أوه. قبل ما يتخرجوا عشان يقدروا يواجهوا الواقع لما يتخرجوا، ما يبقاش فيه صدمات يعني. تمام. مصطفى دلوقتي في ناس سبيكرز هيجوا يتكلموا وينقلوا خبراتهم من خلال تجاربهم، لانهم خلاص اتخرجوا واشتغلوا ومروا بالحاجات دي كلها، على اي اساس اخترتوا الشخصيات دي وازاي وصلتوا لها ومين هم؟ هل هم شخصيات مهمه بتشتغل في شركات معروفه ولا لا؟ واحنا اول حاجه السبيكرز لما بنيجي نختارهم بنختار في كل مجال يبقى السبيكر اللي جاي فيه يبقى رايت في مجاله، يكون سبق ليه ان هو اتكلم في المجال ده قبل كده والناس استفادت منه. واحنا عندنا تيم اسمه تيم البروجرام، البروجرام ده هو اللي بيحط يعني بيقترح الاسامي، الاسامي دي احنا بنشتغل عليها ان احنا نجيب كونتاكتس ليها من سواء من على النت او سواء ان احنا بندور في الشركات اللي هم شغالين فيها وبنقدر نوصل لهم ونتواصل معاهم، وهم كانوا مرحبين جدا بالفكره معانا ان هم ينزلوا ويتكلموا عن الموضوع. معلش بدون قطع كلامك يا مصطفى، ده التيم بتاعكم مظبوط؟ لا ده التيم كله، ده التيم بس تيم البي ار او العلاقات العامه، ده اللي بينزل يعرف الناس عن عن الايفنت وان احنا عاملين ايه ومعانا مين، بيعرفهم فين؟ في الجامعات الاخرى. دي كانت في الكليه عندنا، الصوره اللي فاتت كانت في هندسه حلوان. ده كان لسه ده كان اول يوم لينا ننزل الجامعه، كان يوم الاحد، ما شاء الله الشباب عملوا شغل عالي جدا. بعد ما نزلوا الناس اللي سجلت زادت حوالي الضعف. فما شاء الله يعني الشباب مجهودهم رائع بصراحه. لا جدا ما شاء الله، بس ما انطلقتوش في جامعات اخرى، ده كان ده كان كليه حاسبات عندنا، ده اول ميتنج خالص يعني، ده ساعات ما اقترحنا عليهم الفكره اساسا. تمام. اوكي كمل بقى مصطفى، الـ الـ الشخصيات اللي انتوا اخترتوها على اساس ايه اخترتوها وازاي قدرتوا توصلوا لها عشان تكون موجوده معاكم في السبيكرز في البتاع؟ احنا اخترناهم على اساس نجاحاتهم في حياتهم يعني، بنختارهم على اساس البايو بتاعهم يعني، كل سبيكر جاي بيبقى حقق حاجات كبيره وهو في سن صغير. فبنختارهم ان هم يقدروا يجوا يعني يضيفوا الحاجات دي للناس، بحيث ان هم يضيفوا لهم فاليو او يضيفوا لهم حاجه جديده، ان ازاي انا وصلت لكذا فانت اعمل زيي. او يعني بس الشخصيات دي بالتحديد عرفتوها منين يعني؟ قدرتوا توصلوا لها ازاي؟ وهل كان في قبول من تجاههم ولا كان في تفكير ووقت للقبول والرفض والحاجات دي؟ لا هو الحمد لله كل الشخصيات اللي كانت مقترحه كانت مقبوله. بالنسبه احنا وصلنا يعني وصلنا لهم ازاي؟ احنا وصلنا لهم زي ما قلت حضرتك من عن طريق النت، او شفناهم اصلا على اليوتيوب، حضرناهم فيديوز وحضرنا لهم ايفنتات في اماكن ثانيه. وطبعا في ناس مشهوره جدا بتطلع التلفزيون منهم، فاحنا لما بنشوفهم فقلنا ليه لا ما نجيبش احنا دول في الجامعه، او نجيب دول يعني طلبه الجامعه يقدروا يكلموهم كده في وش في وش، او يبقى حاجه قدامهم ويعرفوا قصصهم السكسس ستوري بتاع كل واحد فيهم مر بايه عشان يوصل للمرحله اللي هو فيها دي. طب كويس جدا. احمد، الموضوع والايفنت تحت رعايه وزاره الشباب. تمام. ايه دور وزاره الشباب؟ هل هي رعايه فقط؟ هل هي مستضافه فقط؟ يعني ايه دورها؟ بصي هو دور وزاره الشباب معانا من اول ما بدانا، من اول ما فكرنا ورحنا لوزاره الشباب والرياضه وكلمناهم، والحمد لله لقينا قبول كويس جدا للفكره. بعتنا دعوه رسميه لسياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز، وان شاء الله يشرفنا في الايفنت ويقول كلمه الافتتاحيه. كويس. يعني الحمد لله. طب والموضوع ما خدش منكم وقت؟ لا خالص، مش كتير كده. مجهود قول كده بصراحه يعني، ما خدش منكم كده مجهود عشان توصلوا لسياده الوزير ويجيلكم قبول؟ وديت ورقه في الوزاره ويعني مذكره اترفعت لسياده الوزير، والحمد لله رجعت بسرعه وكلمونا الناس وقالوا لنا يلا ابداوا اعلنوا عن الايفنت عشان الناس تعرف تجي لكم بسرعه. فالحمد لله يعني بدانا نعلن عن الايفنت يوم 17/3، فده حاجه كويسه ان احنا حاجه عظيمه. بعتنا طلب قبليها باسبوع او خمس ايام حاجه كده، فالحمد لله ردوا بسرعه واحنا قدرنا نعلن بسرعه، والناس الحمد لله سجلت برده في قبول يعني على التسجيل. بجد لا حاجه هايله وعظيمه جدا، ما عطلوناش بالروتين، تدي امل لشباب كتير. والله ان هو لو محتاج مجهودات من وزاره الشباب انها ما تترددش يعني ابدا. احنا ليه رحنا وزاره الشباب والرياضه؟ ليه؟ مش عايزين نعمل في جامعه معينه عشان ما يبقاش انا مثلا بعمل مؤتمر في جامعه حلوان وبيجي واحد من جامعه القاهره وكده، فمشوار عليه. فوزاره الشباب والرياضه يعني فين هتقدر بقى تكون تجمع كل الناس من كل الناس مكان. جامعات خاصه وجامعات حكوميه، وكمان وزاره الشباب والرياضه، فاحنا شباب وجايبين مؤتمر للشباب وطلبه، فهو انسب مكان لازم وزاره الشباب والرياضه. وانتوا ايه جات لكم الفكره؟ يعني فكره ان وزاره الشباب هي اللي تكون تحت الرعايه بقى، هي راعي لينا. نقدر نتكلم على ان هي راعي للايفنت. تمام. هل كان في تفاصيل معينه قعدتوا اتكلمتوا فيها علشان تكون متواجده ومتوفره في الايفنت؟ لا خالص، هو احنا بعتنا طلب احنا محتاجين القاعه يوم كذا ويوم كذا، طب القاعه دي بتشيل قد ايه؟ فمذكره على طول اترفعت لسياده الوزير. طبعا طلبوا منكم الموضوع. بالظبط. كان نتكلم في ايه ومين الناس اللي جايه والاجنده بتاعت اليوم، احنا هنعمل ايه في اليوم ده وهنعمل ايه في اليوم ده. بس الحمد لله لقينا قبول بسرعه يعني. ايه اللي عايزين تركزوا عليه بالظبط يا مصطفى في الايفنت ده من خلال المحاضرات او المناظرات اللي هتحصل؟ هل في مجال انه الشباب الموجودين يقدروا ان هم يتكلموا يطرحوا اسئله فيترد عليهم، ولا هي مجرد بس محاضره؟ لا احنا يعني كان تركيزنا في السبيكرز اللي هم جايين يبقوا ناس بتقدر وهي بتتكلم تبقى شد الناس، ما يبقاش بس ان هو محاضره او كلام شد، في شد وجذب يعني.
بقاش الكلام روتيني رايح من ناحيه واحده بس، لا وممكن يكون يبقى فيه كمان تطبيق على الحاجات اللي بتتعمل. يعني مثلا زي احنا عايزين في مهاره احنا ناقصانا كلنا كطلبه اللي هي البرزنتيشن سكيلز والانترفيوينج سكيلز، ازاي يقدموا نفسهم ويقدموا مشروع ازاي يقدروا ازاي يقدروا لما يروحوا كمان انترفيو ازاي يقدروا يتصرفوا في الانترفيو. ساعات بيبقى الواحد بيبقى كويس جدا وممكن يكون من اصحاب الامتيازات وخبرات طبعا. بس بيروح للانترفيو ما بيقدرش يقدر يقدم نفسه للشركه بطريقه كويسه، فبيبان ان هو مش كويس عشان ناقصه المهاره دي، او هو استفاد بالحاجه التقنيه من الكليه بس ما لقاش حاجه تزوده بالحاجات المهارات الشخصيه عليه، فبالتالي هيبقى يعني بالزبط. عنده شويه توتر يعني بالزبط. والتوتر بيفقده كتير من البرزنتيشن بتاعه. فانتوا من خلال الايفنت ده هتخلوه يجرب بالظبط، يعني هيبقى فيه تجارب وهيبقى كمان البرزنتيشن بتعرض قدامه فيها امثله لايه الصح وايه الغلط وازاي تتصرف وازاي تعمل كذا. حلو، بحيث ان هو يبقى قدامه كده زي محاكاه للي بيحصل بالظبط. على مدار قد ايه الايفنت؟ يومين ان شاء الله، يوم 10 ابريل و12 ابريل في وزاره الشباب. هو هيبدا من الساعه 10 ان شاء الله للساعه 5 او 6، اول يوم 6 وثاني يوم 5. الاجنده هتنزل بالتفصيل على الايفنت بتاعنا على الفيسبوك. بس هو يومين، لكن مش محتاجين ان حد ياخد، مفيش بروشور يعني مفيش حاجه يقدر يخشوا بيها، هو بس مجرد اي الإيفنت حد عايز يجي فور بيخش فور فري خالص. بس اهم حاجه نعمل ريجستريشن على اللينك اللي عندنا في الايفنت، لان هيحصل بعديها فلتريشن او تصفيه للناس اللي بتملى، لان مش اي حد بيملى بيدخل، ممكن واحد يكون مش عايز يجي وبيملى بس كده يعني. عشان تقدروا تتفرقوا بالظبط اللي عايز يستفاد اللي عايز يستفاد، حد مهتم او مش مهتم، اللي هو عايز يجي يحضر كده وخلاص. تمام. في فريق بيقوم على الموضوع ده، فريق الموارد البشريه. هم بيمسكوا الناس اللي مالت الاستماره وبيبداوا يشوفوا ده عايز يستفاد ولا لا. ابدا ابعت له ميل ان انت ان شاء الله معانا يوم الايفنت، بس ابعت لي كونفرميشن ميل ان انت هتيجي. كونفرميشن ده ليه؟ عشان ابقى انا عارف بالظبط العدد اللي جاي لي، ما يبقاش فيه ما فيش عدد جاي زياده، ما يبقاش فيه كده عشوائيه في التنظيم. مصطفى، اكتر سنه الطلبه فيها هم اللي عايزين يجوا يحضروا، هل رصدتوا ده ولا ما قدرتوش؟ هو رصدنا، يعني هو اكتر عدد من الطلبه بيبقوا كلهم اللي هم يعني قدامهم سنه واتخرجوا، او اللي هم دي سنه التخرج بالنسبه لهم، ثالثه رابعه. بس يعني الحمد لله قدرنا نوصل لكل يعني كل السنين، يعني ما فيش سنه واقعه خالص، لا في كل، بس هو طبعا اكتر سنه ثالثه ورابعه او سنه التخرج يعني بالنسبه للكليات. في ناس من ثانوي مقدمه معانا، ودي حاجه يعني من ثانوي ثانيه وثالثه ثانوي الناس لقيناها ماليه الفورم، دي حاجات ده حاجه كويسه للشباب. المدارس كمان بدات تشتغل بالظبط يعني الحمد لله في ناس من عندنا قدرت توصل لطلاب المدارس وكلموهم عن الايفنت والناس سجلت، فمعنى ان هو ياخد الكلام ده في ثانوي فهو يوفر على نفسه كتير جدا. انتوا كمان وفرتوا على الشباب حاجه مهمه جدا، ان في ناس بتروح تاخد كورسز بره بفلوس عشان تتعلم ازاي تعمل برزنتيشن. الايفنت فور فري خالص، مفيش حد يدفع جنيه في الايفنت يعني. ده برده حبينا نحرص على الموضوع ده بالذات، لان انا جاي احضر ايفنت اول مره يتعمل، فانا مش هدفع 20 جنيه مثلا في ايفنت وانا ما اعرفش ايه الجوده بتاعه الحاجه اللي هتتقدم لي دي. تمام، صح. فالايفنت الحمد لله فور فري خالص. لا بس عظيم جدا والله، فكره هايله. الايفنت المفروض انه يعني الناس بتستفاد منه والطلبه بيهتموا جدا، واضح من كم العدد اللي هو مشترك معاكم. هل فكرتوا انه بعد ما تتخرجوا، انتوا فاضل لكم سنه، ان انتوا تكملوا في الايفنت، يعني يكون في السنه الجايه ايفنت زيه واللي بعدها واللي بعدها، ولا خلاص بقى تتخرجوا؟ لا ان شاء الله يعني وتشتغلوا وتنسوا. هنحاول ان هو يبقى ايفنت انول، يعني يقدر يتكرر السنين اللي جايه برده ما بين النشاطين الطلابيين اللي هم مودرن جنريشن اي تريبل اي، بحيث ان احنا نقدر كل مره يعني نزود حاجه جديده. الدنيا مش هتقف عند بس المهارات اللي احنا حطيناها في الايفنت ده. تمام. اكيد كل مره سوق العمل بيتطلب مهارات جديده، فاحنا ان شاء الله نحاول ان احنا كل مره نزود حاجه جديده، وبرده نحاول ان هو برده نخليه فور فري عشان ما نبقاش بنضغط على الطلبه. طبعا كلنا طلبه في بعض، فعارفين الظروف يعني طلبه في الاخر يعني، بس ان شاء الله نحاول ان هو يكمل السنين اللي جايه، وان شاء الله يبقى كل مره في حاجه زياده عن اللي قبلها ان شاء الله. احمد، هل واجهتكم صعوبات يعني وانتوا قاعدين مع الكاست بتاعكم وبتشتغلوا كده على الموضوع في ورشه العمل بتاعتكم الصغيره دي عشان تقدروا ان انتوا تقيموا الايفنت، هل في صعوبات واجهتكم؟ كان نفسكم تعملوا حاجه بس ما قدرتوش فاجلتوها للسنه الجايه؟ يعني قابلتنا شويه حاجات بسيطه كده، من ضمنها مثلا عندنا فريق اسمه الموارد الماليه، ده بيبقى مسؤول ان هو يجيب لنا مثلا التكاليف بتاعه الايفنت دي عشان نقدر نصرف عليه، فده مثلا ممكن يروح شركه فالشركه في يعني مش قادره تدفع او كده، فده بيواجه لنا مشكله، فبنبدا نحط بلان بي وبلان سي وبلان دي بحيث ان احنا نقدر نكفر الموضوع ده بسرعه. الحمد لله ما شاء الله الشباب يعني عملوا اكتر من اللي ممكن اي حد يعرف يعمله، الحمد لله وفروا لنا اللي احنا عايزينه. في مشكله تانية مثلا بنحتاج سبيكرز معينين يكونوا موجودين، فببعت له فبيقول لي لا اصل مش فاضي كده، ما بيبقاش افيلبل ليا في اليومين دول. فدي برده كانت ممكن تفرق مع الناس اكتر، كان ممكن يبقى في سبيكرز احسن من اللي موجودين، بس هم الحمد لله موجودين يعني بيقدروا يكفوا الايفنت ان شاء الله يعني.
وتقدروا تعملوا الايفنت ده بعد كده مثلا ممكن في الصيف، مرحله الصيف مثلا لو في مجال يعني انتوا تقدروا تعملوه مع شركات تكون راعيه، فتقدم لكم كمبيوترز، تقدم لكم حاجات تقدروا تشتغلوا عليها وتعملوا السكيلز بتاعتكم. يعني فكرتوا وتوسعتوا في التفكير في الموضوع ولا لا؟ احنا فكرنا، احنا قلنا اول خطوه بس في اللي هو الايفنت اللي هو موجود دلوقتي ان هو يبقى نون تكنيكال، حاجه غير مهنيه. ان شاء الله بعد كده ان هنكرر الايفنت ده نحاول ان احنا نزود فيه حاجه تكنيكال بقى، مثلا نكون نبدا مثلا نرمي حاجه لطلبه حاسبات او طلبه هندسه، بحيث ان هم يعني دول اكتر ناس بيبقى محتاجين حاجه تكنيكال، يبقى فيهم حاجه تكنيكال وتكون برده معتمده من شركات كبيره، اللي هي تبقى كمان بتحط في مش مجرد ان هو بيتعلمها بس، لا وبتقل له السي في بتاعه ان هو لما يتخرج طبعًا. عشان طبعا كل ما حد بيتخرج بيقابل مشكله ان هو بيبقى محتاج شركه بتبقى طالبه حد عنده خبرات، طبعا دي هتدي له الخبرات بالزبط. يعني ممكن تدي له سي في في بيقول ان هو يصلح خد المكان الفلاني او عامل سكيلز الفلانيه بالظبط. احنا كمان معانا حاجه، معانا شركه نازله معانا هتاخد شركه معانا شركه راعيه للمؤتمر. ايه تخصصها؟ في الكمبيوتر، في الديفلوبمنت سوفت وير. السوفت وير قالت لنا محتاجه السي فيز من الطلبه يبقوا موجودين اليوم ده، فدي فرصه كويسه للطلبه في السمر تريننج، يعني واحد في الصيف ما بيعملش حاجه بالظبط، فدي فرصه كويسه للطلبه ان هم يملوا السي في بتاعهم ويقدموه لنا يوم الاثنين ان شاء الله. يجيبوه احنا هنبقى بس حلقه وصل بينهم وبين بين الشركه، احنا نقدم السي فيز للشركه وان شاء الله يبقى ليهم فرصه في السمر تريننج. يلا جود لك يا جماعه، ان شاء الله الايفنت يوم 9 و10 ابريل 10 و12 ابريل ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله بقى يعني في مرات قادمه تكونوا قدرتوا ان انتوا تعملوا ايفنتات اخرى، وان شاء الله نشوفكم وانتم متخرجين كده وتشتغلوا. مرسي جدا ليكم مشاهدينا. كان معانا احمد محمود يوسف القائم على الايفنت، معانا مصطفى لطفي برضه هو قائم على الايفنت، وكلمنا عن تفاصيل الايفنت المفترض ان هو يقام يوم 10 و12 ابريل في وزاره الشباب. اي حد من الطلاب الموجودين في الجامعات او في الثانويه العامه يقدروا ان هم يحضروا الايفنت ويستفيدوا منه على قد ما يقدروا. هنشوفكم بعد بريك صغير جدا ده ونرجع مره ثانيه، لسه مكملين مع بعض في نهارك سعيد.